وقل يا العم أبو عزيز
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء
وإذا أنعمنا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا
What?
ألم يجدك يتيما
Terima kasih.